بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم، معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض. Listen to types of adaptations concept 1. اتكلمنا عن وجود ال types of adaptations، ان في حاجه اسمها structural adaptation وان في حاجه اسمها behavioral adaptation. ايه الفرق بينهم؟ الفرق ان ال structural adaptation مرتبط ب structure of body، يعني زي مثلا الثيك فور اوف بولر بير، زي مثلا بينجوينز فيت، دي حاجات في جسمه. انما البيهيفير ادابتيشن دي حاجات مرتبطه بسلوك الكائن نفسه. وتعرفنا على فينيك فوكس، اركتيك فوكس، لو ما شفتش الفيديو اللي فات يا ريت ترجع تشوفه ده. تعالوا بقى نتكلم عن بول شارك. بول شارك هو واحد من القروش، وما دام قلنا قرش فالقرش بيعيش في البحر. ولكن البول شارك مختلف عن اي قرش انت تعرفه. ليه يا مستر؟ البول شارك الهابيتيت بتاعته او مكان المعيشة بتاعه اصلا بيعيش في الفريش ووتر وبيعيش في السولت ووتر. يعني ايه يا مستر يعيش في الفريش ووتر والسولت ووتر؟ الطبيعي ان يعني الطبيعي ان الشاركس بتعيش في السولت ووتر. يعني مثلا ممكن اقول لك في الامتحان most of sharks can live in salt water، ده صح. طب لو جيت قلت لك في الامتحان سؤال مثلا قلت لك بول شارك live in salt water only، لا، هو بيعيش في السولت ووتر وفي الفريش ووتر الاثنين. فبيقول لي ان الاستراكشر ادابتيشن بتاعه its body، جسمه نفسه، جسم الشارك ده is adapted to survive in fresh water. هتقول لي يا مستر ما طبيعي ما هو بيعيش في الميه. لا، الفكره ان هو بيقدر يعيش في الفريش ووتر، في المكان اللي هو فيه ميه عذبه. الفريش ووتر دي على فكره اللي لو انت مش عارف يعني ايه فريش ووتر، الفريش ووتر دي اللي هي المياه العذبه، اللي هي المياه اللي بنشربها، يعيش في النهر مثلا، يعني ممكن تلاقيه ماشي في النهر، ماشي. فده structure adaptation. الاغرب بقى في النوع ده من الكائنات، في القرش ده، ان هو بيكون عنده بلاك باك. يعني ايه بلاك باك او دارك باك؟ تلاقي ان القرش ده ظهره لونه اسود او ظهره لونه غامق، ومن تحت لونه ابيض. وده يعني يا مستر مميز ازاي يعني؟ طبعا ده ما دام بنتكلم على جلد الكائن ده، على جلد القرش ده، فاحنا بنتكلم عن الاستراكشر ادابتيشن. فكرة ان اللي يبص من تحت، لو في سمكة مثلا، يعني افترض ان في سمكة ماشية تحت اهي، السمكة دي تيجي تبص على القرش، طبعا فوق هنا في نور، لان كل ما تبص من تحت لفوق في البحر تبقى شايف الشمس او شايف النور، فيبان القرش ده باللون الابيض. يعني هو اصلا من تحت لونه ابيض، فاللي يبص من تحت يفتكر ان مفيش حاجة لان فوق في نور. طب لو في سمكة فوق بتبص تحت ضلمة، يعني في البحر من تحت ضلمة، فلما يجي يبص يلاقي ده لونه اسود من فوق، فما يشوفش برضه السمك. دي حاجه اسمها كاونتر شيدنج، يعني مش عليك تفصيلتها قوي يعني ما تحفظهاش، بس الفكره لازم تفهم ان الكاونتر شيدنج ان الكائن ده ملون، يعني من تحت لونه ومن فوق لونه، فلما بتيجي السمك تبص عليه ما بتعرفوش، لان لو بص من تحت بيلاقي بلونه ابيض وهو اصلا فوق السماء ابيض، فما بيشوفش، اكن يفتكر ان مفيش حاجه. وده الحكايه دي بنسميها كاونتر شيدنج. يقول لي ايه؟ ات يوزز كاموفلاج، بيستخدم التخفي، الكاموفلاج استراتيجي، استراتيجيات التخفي كولد كاونتر شيدنج، وير ات هاز دارك باك، عنده دارك باك اند وايت بيلي تو سنيك اب اون براي. بيكون عنده يعني صفه او عنده خاصيه فكره الايه؟ فكره ان هو عنده الكاونتر شيدنج. عاوزك بس تحفظ كلمه كاونتر شيدنج دي عشان دي بتيجي في الامتحان. يقول لي كاونتر شيدنج يعني ايه؟ كاونتر شيدنج دي معناها اللي يكون عنده لونين، فده بيساعده على التخفي، كمان عنده شارب تيث، يعني عنده سنان حاده. طيب وايه كمان يا مستر بالنسبه للبيهيفيرال ادابتيشن اللي اتكلمنا عنه ده ليه علاقه بجسم الكائن؟ تعال نتكلم عن بيهيفيرال ادابتيشن. بيقول لي في البيهيفيرال ادابتيشن ات كان هانت in different places، يعني يقدر الكائن ده يصطاد
في اماكن مختلفه like salt water and fresh water، يعني من سلوكياته ان بيعرف يمشي هنا ويمشي هنا، او يروح المكان ده ويروح المكان ده ويصطاد هنا ويصطاد هنا، وياكل الاكل اللي في البحر وياكل الاكل اللي في النهر، يعني ياكل في السي وياكل في الريفر. It hunts in the day as well as night، يعني يقدر ان هو يصطاد بالنهار. هنا دي على فكره كلمه دي هنا معناها نهار، يقدر يصطاد بالنهار او بالنايت، لان على فكره في كائنات ما بتصطادش غير بالليل، زي مثلا الاول البومه، البومه تحب تصطاد بالليل، ده يصطاد الصبح ويصطاد بالليل، يمشي في المايه الصبح ويمشي في المايه بالليل عادي، ما بيفرقش معاه الموضوع ده. So it's a prey can't predict when this shark will hunt next time. يعني هو الفكره ان الـ ان البريدتور كلمه سوري انا اسف البري، فهو بري يعني الضحيه اللي هي السمكه اللي هتتاكل. البري خلاص مش عارفه تتوقع هو هيجي امتى، لان بيصطاد بالنهار وبيصطاد بالليل. وده طبعا توضيح للكاونتر شيدنج، لما بتيجي سمكه تبص من فوق when animal swim above the ocean it may not see bull shark as the shadow او bull shark in shadow due to dark back، يعني هو بيبص كده الدنيا ضلمه ما يشوفش. طب اللي تحت when animal swims underneath the bull shark and look up، بتبص فوق the bull shark may blend in with bright light of sun due to its white belly، يعني فوق هنا الشمس فالجو هنا ابيض النور فاتح، فيبص كده يلاقي فاتح وفاتح اكنه مش موجود. واحد تاني من الانيمالز الجميله والمهمه واللي كلنا اصلا عارفينها يعني هي بانثر كاميليون. بانثر كاميليون واحده من الحربايات، الكاميليون هنا على فكره اللي هي الحربايه، حرباء بنسموها كده. البانثر كاميليون عندها صفة أو مجموعة صفات ماشي، هي طبعا بتقول بيشرح لي هنا جزئية في البداية، بيقول لي ليزردز ار فروم ريبتايلز. الليزردز دي أو النوع ده من الكائنات هو واحد من الريبتايلز، الريبتايلز دي اللي هي الزواحف، بيزحف يعني يمشي يزحف كده. That an ancient type of animals، ده أنواع قديمة جدا من الكائنات. Bugs bugs of reptiles، الجسم بتاع الريبتايلز such as lizards are covered with scales. النوع ده من الحيوانات بيكون جلده أو جسمه متغطي بقشور، القشور دي بنسميها scales. It's a habitat، it lives in tropical rainforests. النوع ده بيبقى بيعيش في التروبيكال رين فورستس، بيعيش في الغابات الاستوائيه او الغابات اللي هي فيها كثافه للكائنات والاشجار، تلاقي الشجر كثيف قوي كده، اسمه رين فورست الغابات. اتس ستراكشر ادابتيشن، هنتكلم هنا عن ستراكشر ادابتيشن وبيهيفيرال ادابتيشن برضه. الستراكشر ادابتيشن هنا عنده جلد جسمه وحياته يعني في تفاصيل كتير قوي، يعني جلد الكائن ده غريب جدا بيلون جسمه مثلا، تخيل انت تعرف تلون جسمك، النهارده انا صاحي متضايق فخلي الجسم لون جسمي اخضر، لا انا النهارده صاحي مبسوط اخلي لون جسمي اصفر، الله. فبيقول لي هنا ايه، it has bright colored scales، اولا عنده الوان كتير في جلده خلاص، that provide camouflage، تلاقي كده الكائن ده اصفر في اخضر مش عارف ايه، فهيقف وسط الزرع والحاجات دي ما تشوفوش. With surrounding environments that contain green leaves and colorful flowers، يعني لو في زرعة عندها شجر لونه أو زرع لونه أخضر وألوان وورد وكده هو ما يبانش. كمان كاميليون آيس موف إن أوبوزيت دايركشن، وده جنان بقى، ده جنان بجد بقى. الكاميليون لو هي عندها عينين، إحنا عارفين إن عينينا دي تبص الناحية دي او تبص الناحيه دي، يعني انت ممكن تبص بعينيك ناحيه اليمين او تبص بعينيك ناحيه الشمال. الكاميليون تلاقي غريبه جدا، تلاقي في عين بتروح الناحيه دي وعين بتروح الناحيه دي، يعني تلاقي عين بتبص الناحيه دي وعين بتبص الناحيه دي، غريبه جدا. وده بيخليها عين رايحه تشوف الاكل وعين بتشوف الخطر، يعني مثلا هي بتاكل عاوز تاكل مثلا حشره وعاوز تصطادها، فمش هتبص على الحشره بعينيها الاثنين،
هتبتدي عين تبص على الحشرة وعين تبص لو في حد بيراقبني او حد عاوز ياكلني، بتدافع عن نفسها وفي نفس الوقت بتاكل. فيقول لي where each eye، كل عين can move independently، كل عين بتتحرك لوحدها او باستقلالية يعني او بحرية from the other. So one eye can be searching for something to eat like insects while the other eye is look out for danger in totally different direction. عين بتروح الناحية دي وعين بتروح الناحية دي. كمان عندها V-shaped feet. كل ده على فكرة ما دام بنتكلم عن جلدها وعن عينيها وعن رجليها فاحنا بنتكلم عن structure adaptation. It has V-shaped feet and tail like hand to hold tightly the branches of tree. عشان يمسك جامد في فرع الايه؟ يمسك جامد في فرع الشجر. طب its behavioral adaptation، ايه سلوكياتها او ايه التغيرات اللي بتحصل في سلوكها؟ When chameleon find itself in danger، لما الكاميليون بيلاقي نفسه في خطر، it doesn't have teeth or claws for defense. ما عندهاش اظافر او حاجات تدافع عن نفسها. هي غلبانه جدا على فكره، شكلها يخوف بس هي غلبان. بس ايه اللي بيحصل؟ it has one of last trick، يعني خلاص هي متعرضه للضغط فعندها تريكه بتعملها to scare its attacker، عشان تخوف المهاجم بتاعها. where it appear as fierce، يعني بتعمل يعني بتخوفه fierce، يعني تخوفه ازاي؟ بص بقى it buffs its body with hair، تلاقي جسمها تنفخ، يعني هو مثلا في تعبان عاوز ايه ياكلها فتقوم نفخه جلدها قوي وات اوبن ماوث، وتقوم فاتحه بقها قوي وتغير لون جلدها، فالكائن اللي بيبص عليها يخاف. الكائن اللي بيبص عليها ايه؟ يخاف، فيجري وهي كده بتدافع عن ايه؟ عن نفسها. هي ما عملتش حاجه، نفخت جلدها، فاهم؟ فده بيخوف. ده بيهيفيرال طبعا. ايه ده؟ بيهيفيرال ادابتيشن. يبقى احنا اتعرفنا النهارده على البول شارك وطريقه معيشته، اتعرفنا على البانثر كاميلين والجزء ده مهم جدا جدا جدا. هنكمل ان شاء الله بقى في الجزء اللي جاي، هنتعرف هل الكلام ده ممكن ينطبق على النباتات، يعني هل الادابتيشن اللي احنا بنتكلم فيه ده هل ينطبق على البلانتس؟ هل ممكن بلانت يعمل ادابتيشن؟ خلينا نتعرف على ده في البارت اللي جاي ان شاء الله. بتمنى لكم باذن الله كل التوفيق والنجاح. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.